بعد انتهاء الإجازة الصيفية ومع بداية العام الدراسي الجديد لازم يتم التحضير لخطوات تكون أساسية إذا كانت من جانب الأهل أو من جانب الطلاب والتلاميذ. ويمكن بالبداية لازم نشتغل على تهيئة الطلاب نفسياً وبدنياً وعقلياً حتى يتوجه إلى مقاعد الدراسة بروح جديدة وبنشاط وحيوية وهمة عالية. هذا الموضوع رح نتناقش به مع الدكتورة زينة مروان. يسعد صباحك دكتورة. صباح الفل. سعيدين بوجودك اليوم ويانا. شكراً والله. أني أكثر أكيد. شلون لازم يتصرف التلميذ بأول عام الدراسي؟ هسا أولاً التلميذ هو تلميذ، خاصة إذا كانوا أعمار صغيرة، فإحنا ما رح نقدر نعطي توصيات للأطفال بينما نعطي التوصيات للأم أو الأب. المسؤولين عن الأطفال هم أكو بعض الملاحظات اللي ممكن خطوات بسيطة يسووها تسوي big changes، يعني تغييرات كبيرة خلال سنة دراسية. طبعاً هي الصيف هو عبارة عن تشيب وينامون بكيفهم ويقعدون بكيفهم. طبعاً. فطبعاً. نسبة إلنا همينة. كلنا يعني. هو المدرسة نظام للكبار وللصغار. فأول شغلة إنه أقل شيء قبل أسبوع من بداية المدرسة نبدأ نحط جدول للنوم. يعني المفروض إنه الطفل ما يقل عن حسب عمره طبعاً، بس مو أقل من 8 ساعات ديب سليب. فطبعاً إحنا نقدر أول شيء نمنع الإلكترونيات. لازم العشاء يكون بوقت مبكر، يعني 6:30 لازم آخر ميل. طبعاً نؤسس عادات صحيحة ونسوي نظام المكافأة. يعني أنت إذا فرجت أسنانك الساعة 7 أنا أعطيك ستارز، ألزق لك نجمة. وكل ما مثلاً صاروا 10 نجمات لك هدية أو حسب كل أم يحب الطفل. هاي كلش تنطي هاي الأشياء. خلاص هذا الوقت صار أنت وقت لازم تكون بالبيد مالتك. خلاص صار الروتين إنه أنت لازم هذا الوقت. فإذا أنت تأخرت اليوم ماكو نجمة، فطبعاً حيصير عندهم كلش حافز إنه هو يأخذون الهدية بالأخير. مثلاً إذا زميل أخذ هو ما أخذ أخ أو أخت بالبيت، هسا إحنا ما رح يعرفون هذا نسوي شيء بالبيت. فلازم نسوي روتين. وبعدين قاعدة الصبح تكون صعبة أول فترة لأن هم متعودين بينامون للعشرة للإحداعش، فقاعدة الصبح ساعة 6:30 7 مو سهلة خاصة للأعمار الصغيرة. صحيح. فأكو أشياء مثلاً الأم إذا جابت قطعة قماش أو قطن هيجي يعني تمسح على وجه الطفل هو ونايم وتهمس بإذنه كلمات أو بإذن بنتها كلمات حتى تقعد وياها شوية شوية. وممكن أكو موسيقى خاصة أو أغاني خاصة ترفع الطاقة الإيجابية وتنطي مثل توكيدات صباحية للطفل وترفع الطاقة الإيجابية يقعد الطفل نشيط. يعني أنا أولادي داوموا يعني هذا ثاني أسبوع إحنا فمن يقعدون أنا ما أعرف أحتوي الطاقة مالتهم لأن يقعدون في كامل النشاط. الحمد لله قدرت أسيطر على موضوع الوقت النوم والاستيقاظ. هاي طريقة بالموسيقى الصباحية أول شيء شوية شوية يجيب فدق قماش أو قطن أمسح على وجههم وبعدين الموسيقى كلش كانت حلوة. صحيح. من المهم جدا نأسس عادات غذائية صحيحة. يعني البيض هو السوبر فود اللي هو مليان طاقة وبروتينات وكالوريز يعني معتدلة مشبع. فيعني ضروري جدا إذا تلقي الأم وصفة إذا أطفال مزعجين بموضوع البيض أو ما يقدرون يأكلون. فأكو دائما طرق، أكو بانكيك تخلطي ويا جبن ويا معدنوس ما أعرف شو، بس لازم يوميا 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 بيض. تفنني بالطريقة حتى لا يملون، بس أساسي جدا جدا أهم من الحليب. الناس تقول إنه لا حليب الصبح، الحليب بعد عمر السنة والسنتين مو كلش مهم مثل البيض. لازم يعني. جداً صح إذا ما يكون ما يحبه لازم طريقة ثانية مثلاً تسوي لحالك فطور وتقلوب. هاي شغلات الأطفال يحبوها. بالضبط. ماشي. بالنسبة للأهالي يعني همين الأهالي ترى يصير عليهم ضغط نفسي من نوع آخر، شلون يحاولون يتعدون يعني يتعدوا هاي الفترة البداية خاصة؟ هي من واحد يسوي جدول ويحط نقاط إنه الشغلات اللي لازم أني أكون واعي عليها تترتب الأمور. فهي ضغط، الحياة كلها عبارة عن ضغوطات، بس واحد يعني يجي اهجم على ضغوطاتك بالروقان مثل ما يقولون. صحيح. واهجم على الضغوطات مالتك لأنه التوتر مالتك لا حيقدم ولا رح يأخر. الأولاد مثل الإسفنجة جدا يحسون بضغط الأهل إذا كانوا الأهل متوترين. صحيح. بس قبل كل شيء إحنا أنا أشوف أولادي شايلين جنطة كلش ثقيلة للمدرسة، كلش يعني أنقهر إنه شنو الطفل 8 سنوات وثلاث سنوات شايل جنطة ومليانة كتب. صحيح. فأهم شيء من الأهل دي يجهزون للمدرسة ينتبهون على نوعية الجنطة. زائدا إنه لازم يكون وزن الجنطة وغراضها مو أكثر من 10% من وزن الطفل. يعني إذا طفل وزنه 30 كيلو لازم الجنطة 3 كيلوات مو أثقل. ليش؟ لأنه أنت شايلت الجنطة هاي على الظهر والحنية حتغير قامة الطفل بعد. صحيح. حيصير الطفل ظهره منحني. وهي نقطة جدا مهمة والأهالي والمدارس لازم ينتبهون عليها. ماكو داعي تدزون كتب بهالضخامة هاي رايحة جاية للبيت
حسب الهوم ورك والدفتر اللي المفروض اداره والاهالي يتفقون على صيغه. هذا اجرام بحق الطفل انه شايل جنطه بهالطريقه. على العموم الجنطه من نختارها كل ما كانت هذول يعني مال الجنطه عريضه كل ما خف وزنها. فهي نقطه مهمه انه احنا ننبه الاهالي احسن اختيار الجنطه. لا تسترخصون يعني اكو نوعيات صدق حلوه طبيه وزينه صحيح اي بس لا الغاليه فعلا تحسيها او الماركات الثقيله لا كلش تخفف. والضب يعني الضب الجنط الكتب الطفل يقدر يلقي غراضه اول ما يريد يوصلها. وبعدين مرات احنا نشوف الطفل هو يحب ياخذ الكتب كلها وياه، فاحنا شلون راح نقدر نقنعه انه ما ياخذ كل الكتب؟ حسب الجدول يعني بالاخير هو الطفل اذا احنا راح نتركه على اهواءه يعني صح. ما راح نوصل صح. فاحنا لازم نعرف شلون انه هذا الكتاب لك مثلا استنسخ له بالبيت بقيه بالمدرسه اخلي نسخه عندي بالبيت حتى لا افضل شايل وجايب. اذا انت محتاجه للهوم ورك ابقي نسخ بالبيت القي حل لانه حرام هذا الطفل انه شنو هي اساليب الاقناع يعني ما انه طبينا الموضوع انه نقنعه حتى الطفل هو مرات يختار جنطه لانه عليها شكل اطفال وبزازين وسوالف فشنو تختار هذا الشيء اعوف على حريته مو يعني انطي انت بس ممكن ما تكون الجنطه هاي الصحيه اللي حكينا عنها يعني لازم نلقي فد شيء لازم. او لا يعني لازم نلقي لازم تصدقيني تلقين جنط صحيه ومتينه وقويه نعم. وبها عليها رسمات. فاني انطي دائما خيارات وكل طفل له مفتاح بس في الاخير هي المكافاه بتسوي تاثير يعني عظيم طفل. بس واحد يسوي اشياء غلط طفل او ما يسمع كلامه اسوي مكافاه له هاي أنا دا أدمر الطفل صحيح. فلازم أنا أحط يعني روتين اللي هو أنت موضوع الريورد والستيكرز هاي النجمات أو اللزقات صحيح مفعولها سحري. طبعا الأطفال يعني هم جايين من كل واحد من بيئة مختلفة وجراثيم مختلفة وعادات غذائية مختلفة. ناس تلعب بالطين ناس تلعب بالشارع ناس عندهم أمراض مناعية ناس فإحنا مثلا كل أهل حيدزون أولادهم المدرسة وحيصير اختلاط كلش بالمدرسة. وطبعا أول أسبوع أول أسبوعين هي تبدي الأمراض والعدوات والفيروسات اللي يجيبوها الأطفال للبيت صحيح. فشنو اللي نقدر نسوي نعلم أطفالنا على موضوع غسل اليدين أكيد ضروري كل ما صار لك مجال قبل ما تطخ عينك ما تطخ حلقك ما تطخ وجهك رأسا لازم تغسل إيديك. وأصلا مو بس أنا أغسل إيدي وطلعت أكو طريقة للتغسيل حتى أحمي نفسي من الفيروسات والجراثيم اللي موجوده بالمدرسه اللي هي اغني اغنيه هابي بيرثدي سونج يعني اغنيه الهابي بيرثدي او من الاي الى الزد اي بي سي دي. انت وده تغني لا تخلص تغسيل ايدك قبل ما انت تخلص اغنيه هابي بيرثدي او اغنيه او الاحرف الهجائيه بهاي الطريقه طبعا نظفت لانه اذا هيك على السريع والله فكره كلش حلوه الهوايه اكو طرق مو بس غسل ما استفادينا مو بس فرش اسنانه ما استفادينا. الطريقه هي الصح شلون انا اقدر اعلمه او اسس به عادات صحيحه افهم انه ممنوع احد يلزمك يتقرب منك ماكو داعي للبوسات ماكو داعي للحضنات نفوت بمشاكل في غنى عنها خاصه المدارس القمل والفيروسات والرشح والحساسيات كل شيء تيج بدايه الموسم الدراسي فصدقيني الطفل يتكيف يعني شلون انت تشكلي يتشكل انت هاي موضوع هم يتونسون هم صحيح مو نفسهم لهم اطفال ما يعرفون فلازم انه الاهل او الاستاذ مثلا دائما لازم يحطون مهم صحيح جدا مهم صحيح جداً مهم. دكتوره هاي العمر محدد مو مثلا يعني اكو اعمار انت هم ما يستوعبون بعدهم انه هم لازم يغسلون ايدهم لو مو محدد الاعمار ممكن اكو طفل يستوعب ابكر من غيره عمر المدرسه حتكون 4 سنوات اي عمر المدرسه 4 سنوات 5 سنوات صح اي بس اذا كان نيرسري او حضانه فهذا دور اللي يشتغلون هناك طبعا يعني صح. المسات الموجودين بالحضانه يعني انا كان من اهم النقاط عندي من بدي اختار حضانه لابني انه مثلا من اذا هو كان رضيع يعني انه شلون يغيرون النايلونه اللي قبل مكان تغيير صح تلبس جلوفز الكفوف المثل لو ما تلبس قبل الاكل تغسيل ايدين وبعد الاكل تغسيل ايدين وفرشه الاسنان موجوده بكل طفل يعني صحيح. اكو هوايه امور بالحضانات ممكن الاهل ما ينتبهون عليها انه والله سمعتها زينه بس انت متاكده يعني بموضوع العدوات والنظافه يعني هذا الموضوع جدا جدا حساس صح. والطفل شنو مناعته يعني هو ترى يبني مناعه يعني مناعته بسيطه على قد يعني فاحنا لازم بالاكل الصحي والعادات الصحيحه
ما اقول من عرضه للجراثيم لازم يتعرض للجراثيم. صح، انا بطريقه مدروسه هذا السؤال يعني اقول هوايه مرات يقولون انه طفل انا هيك سمعت من هوايه دكاتره يقولون طفل المفروض مرات يتعرض للجراثيم حتى تقوى المناعه مالته. صحيح 100%. لازم يتعرض للجراثيم ولازم يكون بالمجتمع طبيعي طفل، وممكن يلعب بالطين يلزم الحجر وكل شيء، بس انا حرجع اغسل له ايده واهتم بغذائه، انا يعني ازيد المناعه عن طريق الغذاء الصحي اللي لازم يكون اكل فيه بروتين. البروتين اساسي جدا لنمو الطفل، ما راح يكبر اذا ما ياخذ بروتين. البروتين طبعا هي من المصادر المتنوعه، كانت من اللحوم ولا من الدجاج ولا من البيض او من البقوليات، حتى الخضار بعض انواع الخضار اللي تحتوي على الحمص والعدس وهي الاشياء ضروري جدا. صح، والا ما يكبر الطفل. فعلا تشوفيهم عندهم مثلا بطن كبيره، ذول اللي ما ياكلون بروتين مرض يصير عندهم بطن كبيره ورجلين رفيعه جدا. هذا المرض اسمه المارمرس والكواشر ديزيز اللي هم نقص البروتين. صحيح، فاساسي جدا. صحيح البروتين دكتوره. انا كأم وانا متاكده كل يعني اغلبيه الامهات يعانون من الموضوع انه اطفالهم كلش بعيدين عن الخضار. يعني مثلا انا اذا احكي لك بنتي بس تاكل طماطم ومثلا خيار، ما تاكل غير شيء، بس يعني هوايه تاكل بروتين دجاج وبيض كلش تحب. فهنا شنو الحل؟ شلون اقدر اقنعها انه هي يعني تتقبل الخضروات؟ ما اقدر اقول لك حل سحري، لانه كل طفل له مفتاح. صح. يعني انت تقولي انا بنتي مثلا لحد الان ما تقدر تاكل البيض، فاضطر احطها بالبانكيك، احطها بوصفات يلا سويتش دايركت، ماكو. اوكي. فهو اني من حظ يحطوها بالطبخ ممكن الطفل ما يلاحظها وياكلها، بس غير الطبخ انفولفر يعني خليها هي تاخذ الخضروات مثلا اخذت الجزر هي تثرمه، هي تسوي السلطه، هي تقصقصه وتخلي له مثلا معدنوس وشعر وما اعرف شنو. نعم. وتظلين انت يعني تتحديها حتى تاكل، ومن اكلت انا حنطيها ستيكر، ومن الاخير ستيكر بعد ما تجمع عدد معين من الاسقاط حتاخذ هديه. فعال جدا موضوع الهدايا والهدايا. سويت شيء اكلت شيء صحي فاني لازم اعوضك، يعني لازم انطيك في شيء تسوي تصير انت جود بوي او جود جيرل، فانت لازم بالاخير طيب تاخذ النصائح اللي تنطيها اللي تقدميها للطلاب والاهالي. للطلاب يعني بس اتمنى لهم حظ سعيد، ما راح اقدر اقول شيء لان نحكي بالاعمار الصغيره. بالاعمار الاكبر اتمنى انه يتعودون على القعده من الصبح، هذه نصيحه جدا جدا مهمه واثبتت الدراسات انه اللي يقعدون قبل الدوام بساعه ونص نسبه درجاتهم بالدراسه تكون اعلى هوايه من غيرهم. يعني مثلا الدوام بالثمانيه يقعد بالسته ونص يلحق يلعب شويه تمارين رياضيه او ياكل غذاء صحي، فهو تركيزه حيروح المدرسه ما رايح مطفي، رايح نشيط، فرايح استيعابه. وفعلا هواية دراسات اثبتت انه مستوى الطالب اللي يقعد من وقت غير عن مستوى الطالب اللي يقعد على اخر لحظه من الدوام. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه العادات الصحيه وزياره الطبيب بصوره دوريه، طبيب الاسنان او طبيب عام، يعني حيخليك مستوى اكاديميا باعلى بهوايه، لان هواية ايام حتتمرض او حيوجعك سنك، حتغيب عن المدرسه وحتروح عليك دروس وراح تتمرض. فانت بدون ما تتمرض قبل ما توصل للمرحله كل فتره نسوي فحص دم نشوف شنو زايد شنو ناقص، كل ست شهور كل ست شهور نزور طبيب اسنان اذا اكو بدايات تسوس، اكو بدايات خراجات، التهابات لثويه، ليش نعاني وتجيك ايام انت ما تقدر تداوم وتاذي نفسك وتتراكم عليك دروس وما تلحق وينزل مستواك الاكاديمي. فاكو يعني صراحه هوايه اهل واعين لهذا الموضوع. ودائما قبل ما يبدي المدارس يعني يمكن ما يمر يوم اخر اسبوع اذا ما ان يكون لود انه يريدون يكون اسنان اولادهم قبل. فالحمد لله اكو وعي. انا كنت اتصور انه احنا بعيدين، مجتمعاتنا بعيده. صحيح. عن الوعي باهميه الاسنان الاطفال، بس لا موجوده جدا. نعم. وهوايه ناس. نعم. يجون الحمد لله يشوفون يشيكون. نعم. بس الاهالي يعني هم لهم دور كبير، مرات الاهالي هم اللي ما يهتمون، الطالب هو ايش مدري انه اسنانه متسوسه، الطفل بالاخير يعني. صح. فالمفروض الاهالي يهتمون بهذا الموضوع. هي أكثر. بالاخير الامومه او الاب هي يعني رساله. فاذا انت قصرت بها يعني دنيتك واخرتك راح تتلقاها. صح. فكل شيء يتقصر الا حق الطفل. صح طبعا كل شيء ممكن. اني يعني نحرم نفسنا من كل شيء، بس انت لا تمت للانسانيه بصله اذا فضلت نفسيتك عن تمام. فضلت روحك عن طفلك. انت يا هذا الطفل لا حول ولا قوه ما الى غيرك، فاذا ما تحطه قدام عيونك بتصرفاتك او ما تحسب لحساب صحته وغذائه واهتمامك. صحيح. باكله. انا استغرب صراحه من الاهل اللي يجون للبيت معبين علاليق مصاصات ونساتل، والله انا شو قبل هم اطفال حسوي لهم دايت، وانت تدمر ابنك يعني انت تدمر بنتك.
انت تدمر مستقبلهم، انت حتخليهم معرضين للاصابه بالسكري، معرضين للاصابه بامراض الضغط من يكبر. هو قد ما يكون قليل احسن يعني، خاصه من طفل ما يطلب انت ما مجبور تقدم له يعني. ماكو طفل ما راح ياكل هاي الاكلات، ولازم ياكل بس ايش وقت؟ الها نظام، ورا ما اكل الوجبه الرئيسيه اكل ريوق وجبه مشبعه وصحيه وغنيه، ممكن انطي قطعه كانديز. نعم. ورا الغداء ممكن انطي قطعه كانديز او نستل. صحيح. بس هيج اكلهم وشربهم والله كل ما اهل يريدون ياخذون اولادهم فهم بس هاي الاكلات السيئه هاي اتمنى انه تصير صفر. صحيح. من صحيح من نتمنى الطفل. أيه. اكيد نتمنى انه يقللون من المواد السكريه بشكل عام، لانه الاطفال اذا انت ما تشوفه هوايه ما يطلب هوايه، فكل ما نقلل احسن. طبعا نشكرك دكتوره، كلنا سعيدين واستمتعنا وياك بالمعلومات اللي ضفتيها لنا. شكرا. الله يحفظكم.